أناجيل الصوم أو أناجيل أحد الصوم كبير. النهاردة الموضوع اسمه معيني ومنقذي، ويا رب لا تبطل. الآية دي متاخدة من مزمور، ها حد عارف مزمور إيه؟ موجود على الإعلان اللي نظروا فيه، ها مزمور 70 صح مكتوبة. مزمور 70 ده اللي في الترجمة السبعينية مزمور 69 من المزامير المحببة أوي. أقول لكم حاجة، زمان وأنا في سنكم في جامعة حوالي سنة، أقول لكم سنة كام؟ 86 87 كده، من قرن من الزمان، أب اعترافي نصحني قال لي يعني لو ما عندكش وقت الصبح ونازل مستعجل ممكن تصلي باكر في الميكروباص وانت راكب الميكروباص. فقلت لما احفظ ثلاث مزامير سهلين اصلي باكر ايه بثلاث مزامير، فكان من ضمنهم مزمور ده. فالمزمور ده من المزامير اللي يعني كان ليها ارتباط كده في ذهني بكورنيش البحر، مركب الميكروباص وننزل الكليه واقعد ابص على الميه والبحر والشمس والشروق الصبح بدري وأقول اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني ليخزى ويخجل طالب نفسي وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر. حافظين ولا لأ؟ مين بيصلي باكر هنا؟ مين بيصلي باكر؟ حتى حافظ المزمور ده، اللي حافظ المزمور ده يرفع إيده، اللي حافظ المزمور. طب أنا عايز أقول وياكم بطريقة المزامير، عايز اقول لكم يا حبايبي ان المزامير دي زي اغنيه. المزمور اصلا عامل زي الاغنيه، يعني له قافيه شعريه وله مقاطع. عارفين لما المغني يقف يغني ورا منه خورس ثلاثه اربعه فهو يقول حته وهم يردوا وراه، عارفين الطريقه دي؟ هي دي طريقه المزامير على فكره. تيجوا نجربها سوا، نجربها سوا. وكأن في مقطع بيتقال وهم يردوا عليه، فأنا هقول مقطع وانتوا تردوا عليه. مش انتوا حافظينها؟ هو المزمور مكتوب، ايوه هو دي. ينفع تجيبه في الأجبية؟ احنا عايزين نقوله زمور في الأجبية، يعني هات أجبية ومزامير باكر، تعالوا نقوله سوا. انا هقول دلوقتي العبارات الاول اقراها معاكم وركزوا معايا، هما تسع عبارات، خلاص؟ ركزوا معايا. العبارة الأولانية: اللهم التفت إلى معونتي، يا رب أسرع وأعني، دي العبارة التانية. العبارة التالتة: ليخزى ويهجل طالب نفسي وليرتد إلى خلف ويهجل الذين يبتغون لي الشر، العبارة الرابعة. وليرجع بالخزي سريعا، مين اللي هيرجع بالخزي؟ القائلون لي نعما نعما، اللي بيسخروا مني يعني. نعما نعما دي في الترجمه اللي بين ايدينا البيروتيه ها ها، يعني فيها استهزاء، يعني انا في اعداء بيتمنوا ان انا اقع فيشوفوني واقع فيقولوا عليا يقلصوا، شوف اهو وقع، ها ها نعما نعما. وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك، دي العبارة السادسة. وليقل في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب، يعني ليقل محب خلاصك إيه؟ فليتعظم الرب. أنا مسكين فقير، اللهم أعني، أنت معيني مخلصي، يا رب لا تبطل. خدين بالكم من المزيكا اللي في المزمور، خدين بالكم. يلا بينا نقول سوا، يلا بينا. أنا أقول قطعة وأنتوا تردوا علي، اتفقنا؟ اللهم يا رب ليخزى ويخجل وليرتد إلى خلف ويخجل وليرجع بالخزي سريعا وليبتهج ويفرح بك وليقل في كل حين محب خلاصك، أما أنا فمسكين وفقير، أنت معيني ومخلصي. واخدين بالكم من جمال القطعة؟ حد منكم بيصلي نص الليل؟ اللي منكم يصلي نص الليل الخدمة الأولى، في مزمور
مزمور 118 مزمور الطويل ده، عارفينه؟ اللي هي موجود في الأجبية، القطعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة 1 2 3 4 لغاية 22، تاخدوا بالكم منهم. القطعة دي برضو مترتبة بطريقة شعرية، أنا الشيء بالشيء أذكر، بس أنا بوريكم إزاي إنه اللي بيصلي بالمزامير محتاج يتلذذ بيها زي الأغنية. القطعة دي كلها فيها عامل مشترك في القطع كلها، وهي كلمة الوصايا أو مترادفتها. يعني كلمة الوصايا زي الشرائع زي كلامك، فهتلاقوا كل القطع من 1 لـ22 زي ما احنا غنينا المزمور ده كده. يعني أي قطعة مثلا تأملت فيه فرائدك اللي هي وصاياك، وجدت وصاياك حلوة لي، فتلاقوا القطع كلها فيها كلمة وصايا. نرجع تاني للمزمور بتاعنا، اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني، ليخزى ويخجل طالب نفسي وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر. نصيحة مني حبايبي، احفظوا المزمور ده ورتل بيه في قلبك كل يوم الصبح وانت رايح الكلية وانت ماشي في الشارع، رتل بيه في قلبك. المزمور ده فيه ثلاثة موجودين، في أنا وفي ربنا وفي الآخرين. الآخرين دول فريقين كده، مش كده؟ في فريقين من الناس، فريق بيقول ويايا ليتعظم الرب. دول مين الفريق ده؟ منتظر الرب، دول بيقولوا ليتعظم الرب. في فريق بيقول ايه؟ ها؟ بيسخر، بيقول نعما نعما. الرسمة دي، الصورة دي هي رسمة حياتنا كلنا، علاقتي بيني وبين ربنا وعلاقتي بالآخرين، المشجعين والمحبطين. فإذا أنتوا أو أنتي اتعرضتي في يومك لأي موقف أو أي ضيق أو أي تجربة، هتلاقي المشجع والمحبط، وهتلاقي نفسك واقف، وهتلاقي نفسك بترفع عينك وعايز تكلم ربنا. فتعود ان انت تصلي المزمور ده، لان فيه علاقة رأسية كده بينك وبين ربنا، في علاقة أفقية بينك وبين الآخرين. تعالوا نطبق المزمور الجميل ده بتاع مزمور المعونة على قصة النهاردة بتاعت مريض بيت بركة بيت حسد. المزمور ده كل الكلمات بتاعته، خليكم معايا حبيبي، كل الكلمات بتاعته هي صلاة مني لربنا. بقول له يا رب التفت إلى معونتي، أسرع وعيني، تعالى الحقني يا رب لا تبطئ. القصة بتاعت مريض بركة بيت حسد احنا هنسمع الإجابة. يعني أكن وانت واقف بتقول له اللهم التفت إلى معونتي، هتلاقي فيه جملة اتقالت لك، في صوت ربنا بيقول لك رسالة. تعالوا نسمع الرسائل بتاعت المسيح في قصة مريض بركة بيت حسد. تعرفين اللي يعرف يجاوب بقى، الرب يسوع قال للمريض ده 3 كلمات، حد يعرف ما هما؟ افتكر، أتريد أن تبرأ؟ دي أول كلمة. الكلمة الثانية إيه؟ لا، ها، قم احمل سريرك وامشي. الكلمة الأولانية أتريد أن تبرأ، الكلمة الثانية قم احمل سريرك وامشي، الكلمة الثالثة لا مش مغفور لك خطاياك، ها أنت قد برئت فلا تخطئ بعد لأن لا يكون لك أشر. 3 كلمات قالهم المسيح للرجل. تعالوا حبايبي، احنا النهاردة بنتعلم لغة الصلاة، بنتعلم ازاي واحنا واقفين نصلي نسمع صوت ربنا. يعني أنا عايز أركب الكلمات على بعض، كأني بقول له اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني، فلاقي ربنا بيسألني بيقول لي أتريد أن تبرأ؟ تعالوا ناخد السؤال الأولاني، سؤال أتريد أن تبرأ. هو طبيعي إن المسيح يسأل واحد بقاله 38 سنة
مقعد ومرمي مش قادر يتحرك ويسألوا أتريد أن تبرأ؟ هل ده سؤال طبيعي؟ أنتوا شايفينه سؤال طبيعي؟ أو بمعنى أصح يعني سؤال منطقي؟ هو يعني هو تفتكر بالظبط مش منطقي صح؟ لأن واحد زي كده هتكون أمنيته إيه؟ أمنيته أن يبرأ. ده هو قاعد جنب البركة مستني يبرأ، مستني يرمي نفسه في المية أو حد يزقه يقع في المية ويبرأ، مش كده؟ لا، تعالوا ناخد حتة نفسية كده، حتة سيكولوجية. هو ليه ما ضربش من حد؟ ما أكيد طلب، أكيد طلبه، محدش بيرمي، أصل كان في زحمة، في ناس كتير، وأول ما المية بتتحرك واحد بيقوم ناطط المية بيلحق، فهو مش لاحق. تعالوا ناخد حتة سيكولوجية تهمني وتهمكم، تهمنا في حياتنا، عشان السؤال بتاع تريد أن تبرأ ده سؤال عميق قوي. ليه بقى؟ داخل قلب الإنسان فيه حاجة بنسميها الدوافع. الإنسان عنده حاجة اسمها دوافع، دوافع بتحركه. فالرب يسوع مش بيسأل كمعلومة أتريد أن تبرأ؟ إيه رأيك نفسك تخف؟ لا، عندك دافع من جواك إنك تقوم وتمشي وتخف. الإنسان أحبائي اللي عامل زي مريض بركة بتحسد ده، اللي الظروف قعدته في موقف عجز، اسمعوا الحتة دي عشان دي مهمة، اللي الظروف اللي حواليه حطته في موقف عجز، بيبقى عنده حاجة بيسموها آلام داخلية، بيتوجع، بيتوجع عشان العجز اللي هو فيه. يعني أنا غير الناس، الناس كلها بتقوم وبتمشي وبتنجز، وأنا مرمي هنا ونايم واقع. الشعور بتاع العجز ده شعور مؤلم قوي. العقل الباطن بقى عشان يتغلب على شعور العجز ده بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيطبطب على الشخص. كل واحد فينا كده يحاول يطبطب على نفسه شوية، أو بمعنى أصح يسكن الألم. في حاجة بتسكن الألم، بتسكن الألم إن الإنسان يتصعب على نفسه ويعدي واحد كده يقول له يا عيني يا ابني، يا اللي قاعد بقالك 38 سنة، يا عيني يا تعبان، يا اللي الظروف صعبة. الله، الكلام ده بيقع عنده إيه؟ جميل. ليه؟ بيسكن الألم. المشكلة بقى فين؟ المشكلة إنه كل واحد فينا ممكن يعمل زي المريض بتحسد، يخش في حاجة بيسموها في علم النفس دور الضحية. أنا ضحية، مبسوط قوي من كلمات الناس اللي تتصعب علي، مبسوط قوي حتة إن أنا مظلوم. طب إيه رأيك تقوم وتخف؟ لو قام وخف هيخسر كلمات التعاطف من الناس، هيخسر الشعور الحلو اللي أصبح عايش جواه، حاجة بنسميها comfortable zone. عارفين comfortable zone يعني إيه؟ يعني comfortable zone ده اللي هو منطقة الراحة. يعني هو عاش دلوقتي أقلم حياته على سيستم معين، إنه من الصبح بالليل قاعد يشحت، واللي معدي يديله سندويتش ويديله وجبة ويديله بطانية، وفي الروحة في الجاية يا عيني الراجل الغلبان ده مش عايز حاجة يا عمو نعملها لك، مش محتاج حاجة، لا يا ابني ربنا يخليك. الله، حلو قوي. دي الكومفورت زون بتاعه، دي شكل حياته بقى كده. فلما المسيح يقول له أتريد أن تبرأ، خلي بالك يعني الشفاء حاجة مش سهلة. لو برأ هيعمل ايه؟ هيبقى مسؤول عن نفسه، محدش هيجيب له سندويتش ولا أكلة، وحدش هيجيب له غطاء، ولا حدش هيتصعب عليه، هيصبح لزاما عليه أن يحمل سرير، ويعني يحمل مسؤولية نفسه، لزاما عليه أن يروح يدور على شغل ويشتغل، أصبح لزاما عليه أنه يعيش في المجتمع بمشاعر علاقة حقيقية مع الناس، مش علاقة مزيفة. هو عايش في الحتة دي علاقة مزيفة، علاقة مزيفة. دور الضحية ده بيدخلنا في علاقة مزيفة، دي علاقة مزيفة، يعني علاقته بالناس كلها يقول لك الناس كلها بتحبني. لا، مش دي الحقيقة، مش قصة الناس بتحبني، الناس بتصعب عليا في الروحة وفي الجاية، يا عيني الغلبان المريض العاجز يتصعبوا عليا.
عشان كده سؤال المسيح سؤال مهم قوي، أتريد أن تبرأ؟ أنت فعلا عندك رغبة من جواك أنك تبرأ؟ الدليل على كلامي أن إجابة المريض ما كانتش إجابة دايركت. قال له إيه؟ قال له أتريد أن تبرأ. لو هو زي ما احنا قلنا كده، لو هو سأل سهل وبسيط كانت إجابة هتكون إيه؟ طبعا يا سلام، يلا شفيني، أنا سمعت أن أنت بتشفي، يلا شفيني. لكن هو قال إيه الإجابة؟ ها؟ ليس لي أحد يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. الجملة دي معناها إيه؟ أنا مسكين، أنا عمري ما هخف، أنا عارف نفسي ما فيش فايدة فيا، فيش فايدة، أنا هفضل كده على طول، ليس لي إنسان يلقيني، عايش في دور الضحية. خلي بالك أحبائي، إحنا أحيانا نعمل كده، أحيانا نستمرئ نستلذ دور الضحية. الكومفورتبل زون أو منطقة الراحة هي المنطقة اللي الإنسان فيها بيبقى عنده يعني مصدر لتسكين ألمه، عامل بالضبط زي اللي بيشرب مخدرات، مصدر لتسكين ألم. المخدر بينسيني، بفضل طول النهار في دنيا تانية، وانام بالليل واصحى الصبح مصدع وتعبان، اجري ادور على جرعة مخدر اسكن الالم، وانام واقوم وهكذا. الكومفورتبل زون دي كلنا بنمر بيها، كلنا في النمو البيولوجي الطبيعي كلنا بنمر بيها. يعني الطفل اللي بيرضع مبسوط قوي بالرضاعه، اكل على الساهل ما فيهوش مجهود، اول ما امه تبتدي تفطمه عن الرضاعه بيمر بايه؟ انتقال من الكومفورتبل زون، انت بقيت كبير، بقيت مسؤول، تقدر تاكل بنفسك، ما ينفعش تفضل معتمد على الرضاعه. عشان كده الفطام صعب. الطفل اللي قاعد في البيت في الحضانه، اللي لسه ما راحش حضانه، يعني الطفل ما قبل الحضانه قاعد مبسوط في البيت، يصحى على مهله يتفرج على كرتون وياكل ويشرب، فجاه بقى لازم يصحى بدري يلبس اليونيفورم ويطلع بدري ويروح مكان غريب قوي كده مضيني فيه مع عيال ما اعرفهمش، مع واحده كده مس ما اعرفهاش، ده ايه؟ نقله. فيفضل يعيط، يقعد اسبوع بعيط لانه اتنقل من الكومفورتبل زون. اللي عايز اقوله لكم بس ان لما تلاقي الظروف بتحركك من الكومفورتبل زون بتاعتك، من المكان الراحه كده، وبترميك بره، افرح، ما تزعلش. الالام اللي بنتالمها والتعب اللي بنتعبه والمعاناه اللي بنعانيها معناها ان احنا بنكبر. كل ما تمر بمرحله تغيير في حياتك، حاجه كنت متعود عليها ومبسوط بيها وماشي كده في ايه، ما انا ما كنت ماشي جنب الحيط وكنت راضي بحالي، في حاجه كبيره اتغيرت في حياتي مش عجباني مش عاوزها، اوعى تزعل، لان ده معناها ان انت بتترقى، بتكبر، بتنضج، بتنمو، ان في حاجه فيك بتبرأ. عشان كده النهارده لما انا اقف اقول اللهم التفت الى معونتي، يا رب اسرع عيني، مشاعرك ايه وانت بتقول المزمور؟ احيانا مشاعري زي مشاعر الراجل ده، دور الضحيه، يا رب اسرع عيني، انا بنت غلبانه ومظلومه وحظي في الدنيا قليل وظروف اسرتي مش اللي هي وظروف حياتي مش اللي هي، يا رب اسرع عيني. وكان لسان حالها بيقول ايه؟ يا رب اسرع عيني، بس انا عارفه انا ما فيش فايده. مش احيانا بنصلي نعمل كده؟ كومفورتبل زون. تعالى نسمع بقى رد ربنا ليك، تعالى نسمع رد المسيح ليك النهارده، بيقول لك ايه؟ اتريد ان تبرأ؟ يعني اكن انا واقف بقول له يا رب اسرع عيني، انا محتاج معونه بجد، يلا بينا تيجي، يلا بينا اعمل لك تغيير في حياتك، يلا بينا استجيب لطلبتك انت قدها. احيانا بنقول طلبه احنا مش قدها، يعني احيانا نقول له يا رب نجحني في المشوار الفلاني، انا عاوزك تساعدني في الخدمه، انا خادم صغير مبتدئ، يا رب اسندني النهارده في الخدمه. عارف كلمه اسندني في الخدمه دي؟ ده ربنا يستجيب لك، يقول لك يلا بينا. بس اسندني في الخدمه دي معناها هيدخلك في حتة يكبرك فيها. اللي يقولوا كده النسر لما يحب، بيقولوا كده النسر لما يحب يعلم أطفاله الطيران بيعمل إيه؟ عارفين بيعمل إيه؟ بيزقه من على العش. الأطفال بتاعت النسر بيبقوا جوه العش، كومفورتبل زون، منطقة حلوة،
قادلنا من ساعة ما اتولدنا ما بنعملش حاجة غير قاعدين مستنين جوه العش الدافي الجميل ده مليان قش كده ودافي، نستنى ماما تجيب الأكل وتيجي تحطه في بقنا. فجأة في يوم ماما عملت إيه؟ هزت العش، فحصل إيه؟ وقعت من على فوق من الجبل. أما يبتدي يقع بيبتدي يعمل إيه؟ يمشي، يبتدي يحرك جناحاته. لما يبتدي يحرك جناحاته يبتدي يكتشف ان انا عندي جناحات وانا ينفع تعمل كده، والجناحات لما بعمل كده بترفعني، بس انا هتخبط، بس هقع الصخره، هقع الصخره. بص يلاقي ماما نزلت تحت منه كده، النسر ينزل تحت ولاده يشيلهم على ايه؟ على ظهره قبل ما يقعوا، يرفعهم ويحطهم في العش ويرجع يكرر الدرس تاني، يعمل زائق العش فيقعوا تاني ويجربوا تاني، لغاية ما مرة من المرات يلاقوا الجناحات اشتغلت وعرفوا يطيروا وعرفوا يسندوا نفسهم وعرفوا يعتمدوا على نفسهم. دي إجابة ربنا ليا وليك لما بقف أقول له يا رب يا رب أسرع وأعني. حاضر النهاردة أبعت لك معونة، بس أنت عندك استعداد تستجيب؟ أتريد أن تبرأ؟ عندك استعداد؟ في واحد شاطر قوي اتعكست معاه، مش المسيح هو اللي قال له أتريد أن تبرأ، لا، المسيح سأله سؤال، ماذا تريد أن أفعل بك؟ عارفين مين هو؟ مين هو؟ واحد كده برضو كان بيصرخ ورا المسيح يقول له إيه؟ يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني. فقال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ عاوز مني إيه؟ راح رد قال له إيه؟ ها؟ يا سيد أن أبصر، يا سيد أن أبصر. ده طلبته كانت واضحة قوية، ده شاطر، يا سيد أن أبصر. المسيح رد عليه قال له إيه؟ ابصر، إيمانك قد شفاك. قد كده الطلبة تستجاب بسرعة؟ الطلبة تستجاب. أنا بخاف من المية ومن البحر، عندي فوبيا، بترعي. فرحت لواحد سباح، اسمعوا المثل ده، رحت لواحد سباح عظيم قلت له أنا بخاف من المية وعندي فوبيا ولو لمست مية بحس إني هغرق ونفسي ان انا اشفى من الموضوع ده، وانت سباح شاطر تقدر تساعدني؟ طبعا حاضر. عيني تفتكروا تاني يوم هيعمل معايا ايه؟ هينزلني الميه صح؟ طب ده انا عندي فوبيا، ده انا قلت لك عندي فوبيا، نزلني الميه برضو، اصل انا عاوز اتعلم السباحه من غير ما ايه؟ من غير ما انزل الميه، ينفع؟ فاهمين المثل او مش فاهمينه؟ احيانا كتير اقول لربنا يا رب انا عندي مشكله، انا بتلجلج قدام الناس، عندي بيسموها ايه اللي هي السوشيال، بتوتر، عندي مشكله كده، مش كده؟ سوشيال انزايتي، عندي قلق اجتماعي، يا رب يعني انا مش عارف اعمل ايه وانا متضايق قوي، وانا دول الضحيه بقى، انا زعلان قوي، انا ليه كده، وانا ليه طلعت كده، واصحابي بيضحكوا عليا، ولو جيت اقول كلمتين قدام حد بتوتر واعرق وبقى شكلي وحش ونفسي. هتريد ان تبرأ؟ ماشي، بكره هحطك في موقف هتعرق وهتتوتر الله، طب انا عايز اخف، ما هو ده الطريق، ما ده طريق الشفاء. ما انت لما تخش الموقف ده، في الموقف ده تفتكر ان انت صليت امبارح قلت له اللهم التفت الى معونتي، فيبتدي هو اثناء الموقف ده يديك سند، يديك قوة، تبتدي تتمالك نفسك بسرعة. كنت بقعد في حالة الفوبيا دي وحالة البانيك ديت 5 دقائق، المرة دي قعدت 2 دقيقة بس. إيه ده؟ في حاجة بتتغير فيا، في حاجة بتتغير. ما أنا عشان أتعلم السباحة لازم أروح عند المية. الراجل ده علشان يعلمني إن ما يبقاش عندي فوبيا، همسك إيدي كده يقول لي يلا بينا. طب أنا مش قادر، يلا بينا، تشجع. النهاردة إلمس المية برجليك، بكرة المية تبقى لغاية الركبة، بعده المية لغاية وسطك، بعد كده هتسبح وهتعوم تبقى سباح عظيم. أتريد أن تبرأ؟ سؤال مهم وإجابة مهمة على الطلبة بتاعتنا. يا رب اللهم التفت إلى معونتي، يرد عليك ويقول لك أتريد أن تبرأ؟ افتكر الجملة دي كل مرة واقف تصلي فيها بتطلب ربنا طلبة، افتكر العبارة دي إن المسيح قال لك أتريد أن تبرأ. تاني عبارة قالها له إيه؟ ثم قال له ليس لي إنسان يلقيني في الماء ما تتحرك، راح المسيح بص له كده وقال له عبارة مباشرة، قال له إيه؟ قم احمل سريرك
وامشي. هنا بقى هنا الخط الفاصل بين ان انت عايز تتغير فعلا ومش عايز تتغير. قوم احمل سريرك. كان ممكن الراجل يقول طب انا اقوم ماشي مفهومة، اشيل سريري دي، اقوم ماشي دي انا عاوزها، لكن اشيل سريري الناس تضحك عليا. بس الحقيقة الراجل عمل ايه؟ نفس، قام وشال سريره. ولما اليهود شافوه قالوا ايه؟ اليهود شافوه شايل سريره وماشي، قالوا له عبارة مهمة قوي. هو رد عليهم رد مهم قوي. قالوا له ايه؟ انت ازاي شايل سريرك في يوم سبت؟ دي من ضمن الممنوعات بتاعت السبت. كان في ممنوعات كتيرة ما ينفعش الشخص يعمله يوم السبت عشان ما يكسرش السبت. انت ازاي شايل سرير يوم السبت؟ فقال عبارة جميلة، حد فاكرها؟ قال ايه؟ برافو عليك. الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. الذي أبرأني هو قال لي. اي انسان خش في علاقة مع المسيح ويسمع منه وياخد منه قوة وياخد منه أوامر ما بيهموش الناس، لما يبتدي يمشي كده حد يسأله الإجابة بتاعته بتكون الذي أبرأني هو قال لي. أنا عندي حد أنا ماشي ورا كلامه، ماشي ورا وصاياه. الذي أبرأني هو قال لي. طيب في آخر عبارة قالها المسيح له، قال له إيه؟ ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. عايز أسألكوا بقى وتجاوبوني، تفتكروا مرض الراجل ده كان بسبب خطية؟ العبارة دي بتفهمنا كده أنه ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. تفتكروا أن كل مرض نتيجة خطية؟ اللي يعني بيرد بآه، اللي موافق أن كل مرض سببه خطية يرفع إيده، ولا واحد. طب اللي مش موافق، اللي يقول لا مش كل مرض سببه خطيه يرفع ايده. طب اللي ما رفعش خالص ما سمعش السؤال. طب عندك دليل على كده مش كل مرض سببه خطيه؟ اه برافو عليك. المولود اعمى واضحه جدا. في المولود اعمى هم سالوا المسيح قالوا اهذا اخطا ام ابواه حتى ولد هذا اعمى؟ لازم خدوا بالكم السؤال ده معناه ايه. السؤال ده معناه ثقافة الناس اللي عايشة أيام المسيح كانت إن بتربط الخطية بالمرض، دي ثقافتهم. فبرضو الشخص بتاع النهاردة ده اللي بقاله 38 سنة هو عنده دايما تأنيب داخلي إنه بسبب خطاياي حصل لي كده، بسبب خطايا حصل لي كده. فالمسيح قال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. وطبعا في مفسرين بيقولوا انه فعلا الراجل ده كان فيه حاجه كبيره في حياته. احيانا مش الخطيه بتبقى سبب المرض كسبب مباشر، يعني مثلا واحد بيشرب خمور فجاله تليف كبد مثلا، فواحد بيمارس الخطيه بطريقه يعني الناس اللي هم بيمتهنوا مهنه ممارسه الخطيه بيجيلهم ايدز مثلا، فدي في نقل فيروس وحاجات كده، فده بإيه؟ بسبب مباشر. فلما يكون في سبب مباشر المسيح هنا تحذيره فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. آخر نقطة حابب أتكلم فيها معاكم، هتستغربوا لما تلاقوا في خط بيربط بين كل أحد الصوم الكبير. إحنا دايما متعودين إن الخط اللي بيربط في أحد الصوم الكبير هو خط التوبة، مش كده؟ متعودين كده صح؟ ابن الضال توبة، السابرية توبة، وهكذا. بس هتستغربوا بقى في خط تاني عايز يعني أفتح عينيكم عليه، خط تاني بيربط في كل قراءات الأحاد. خط ده بيقول إيه؟ أثناء الصوم الكبير كان زمان كانت فترة إعداد مقبلين على المعمودية، يعني كان الصوم الكبير فترة بتعد فيها الناس اللي كانوا أصلا وثنيين يتعلموا الإيمان عشان في نهاية الصوم الكبير يتعمدوا في ليلة الفصح أو في حد التناصير زي ما احنا بنسميه حد التناصير، وفي آخر حد في الصوم الكبير. فكانت كل قراءات الصوم بتشاور على أو بتخاطب فئتين من الناس، بتخاطب الناس اللي زينا كده اللي قاعدين جوه الكنيسة، وبتخاطب الناس اللي بره اللي هيخشوا يتعمدوا. الناس اللي بره هيخشوا يتعمدوا بتقول لهم إيه؟ ارجعوا إلى الله، تعالوا لتكون لكم حياة، تعالوا إليه لتكون لكم حياة، تعالوا لتنتقلوا من الظلمة إلى النور. والرسالة اللي بتتعطى للناس اللي جوه الكنيسة
مهمة بقى عشان دي لينا احنا. بتقول لنا ايه؟ اوعوا تفتكروا ان انتوا احسن من حد. استقبلوا اللي جايين من بره بحب. استقبلوا اللي جاي من بره على انه اخوك مش انه غريب عنك. الرسالة دي مهمة قوي، لان انا ممكن انا جوه الكنيسة احس بنفسي احسن من اللي بره، على راس ليش عشان اتولدت مسيحي يعني. بس هي مش كده خالص، هي مش كده، لان ان كنت قد اخذت فلا تفتخر كانك لم تاخذ. يعني دي نعمه، انا اخذت نعمه ان انا اتولدت في المسيح. فرحتي وفخري بالنعمه يخليني نفسي كل الناس تدوقها. احنا احيانا بنشعر بالامتياز ان احنا مسيحيين بطريقه غلط، طريقه خاطئه. فالرساله بتاعت الكنيسه واضحه، تعالوا نقولها في الاناجيل كلها. يعني فين في الابن الضال؟ ها، رساله مستوعبه. اللي بره بنقول له تعالى. اللي بره كان مين في الابن الضال؟ مثلا ابن الضال، الابن الضال، ابن الصغير. اللي جوه كان مين؟ الابن الاكبر. فكانت الرساله لابن الاكبر، كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخوك هذا كان ميتا. هو الابن الكبير كان عنده منطق مختلف، عنده منطق خلاه عمل ايه؟ غضبه ولم يشا ان يدخل. ينا يهو، هو دخل انا لا، مش هيجمعنا مكان. طيب في مثل السامريه، السامريه اللي كانت بعيده بره، السامريين دول كان اليهود بيبصوا لهم بصه وحشه مش كده؟ مين بقى اللي بيمثل في مثل السامريه؟ الناس التانيين اللي هم التلاميذ كانوا يتعجبون انه يتكلم مع امراه. انت ازاي بتقبل الناس دي؟ ازاي بتقبل السامري؟ طب في المثل بتاع النهارده، ها، الراجل مريض بركه بيت حاسدة، اللي كان بره ودخل، اللي هو اللي كان مقعد وقام ومشي. طب مين اللي كانوا جوه، ها، اللي توصلهم الرساله؟ بقيه اليهود اللي اعترضوا عليه. اعترضوا عليه ازاي؟ بتشيل سريرك؟ شوفوا حبيبي، يعني بدل ما نفرح بالمعجزه، بدل ما نفرح ان الرجل المقعد قام ومشي، بدل ما نمجد الله على هذا العمل العظيم، بصيت لنقطه ايه؟ انت ازاي شايل سريرك يوم سبت؟ ازاي بتكسر السبت؟ طب في الابن، في المولود اعمى الاسبوع اللي وراه، ها، نفس الحوار برضو. المولود اعمى، الفريسيين والكتبه ورؤساء الكهنه قالوا عباره صعبه قوي. قالوا ايه؟ شتموا المولود اعمى، قالوا له في الخطيه ولدت انت بولدتك وانت تعلمنا. كانوا متضايقين جدا عشان اللي المسيح عمله، وقالوا على المسيح هذا انسان خاطي لانه لم يحفظ السبت. الفئه دي ترفض اي حاجه ما تمرش عليهم. الرب يسوع حط لنا مؤشر واضح، قال لنا السبت لاجل الانسان، ليس الانسان لاجل السبت. مؤشر واضح، كل ما يرفع من قدر الانسان ويشفيه ويعينه احنا موافقين عليه. كل حاجه تقدر تساعد الناس انها تعيش الحياه الافضل، ده بيعمل معنا. اهلا وسهلا بيه. عارفين مثل الفريسي والعشره؟ اقول لكم حكايه لطيفه كده اختم بيها. يعني احيانا احنا اصل بنعمل سلوكيات مش واخدين بالنا منها. يعني احنا مش عاجبنا الناس اللي ما انبسطوش بشفاء المقعد وقالوا له انت ازاي شايل سرير على راسك وازاي بتكسر السبت. يعني احيانا احنا بنعمل حاجات شبه كده بس مش بناخد بالنا من نفسنا. واحد مدرس احد بيشرح الدرس بتاع الفريسي والعشار، عارفين مثل الفريسي والعشار؟ فبيقول لهم يا اولاد، اتنين دخلوا يصلوا، فريسي والعشار، عشار كان بيقول اللهم ارحمني انا خاطئ، الفريسي قال اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار. وبابا يسوع علمنا اننا مش المفروض نحتقر الناس التانيين ونبص لهم بصه وحشه، عشان كده زعل من الفريسي وقال انه لم يبرر. خلصنا الدرس، يلا بينا نصلي يا اولاد. وقف يصلي بالولاد، يلا يا اولاد انا هصلي وانتوا قولوا ورايا. يا رب احنا بنشكرك اننا مسيحيين ومش زي الفريسيين اللي قلوبهم فيها كراهيه. احنا بنحب كل الناس لكن هم مش كويسين عشان عندهم تمييز ويحبوش. ايه رايكم في الصلوه دي؟ والولاد يقولوا وراه. فهو عمل ايه في الاخر؟ ها؟
هو كرر مثل الفريسي والعشار غير بياخد باله، وهو فاكر نفسه يعني ماشي. احنا احيانا بنعمل كده، خدوا بالكم لان رساله الكنيسه لينا احنا، احنا علينا رساله، علينا دور. احنا اللي اخذنا المسيح واخذنا النور علينا دور اننا نكون على الاقل، على الاقل ما نكونش عصر الاخرين، نرحب بالاخرين، نعطيهم مما لدينا. احنا عارفين ابونا في اخر القداس بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا امدوا بسلام. بيقول لنا امدوا بسلام ليه؟ يعني عشان القداس خلص يلا روحوا كل لقمه واستريحوا؟ لا، كلمه امدوا بسلام دي ليها معنى لترجي، ليها معنى طقسي. الكلمه اللي قبلها على طول بيقول ايه ابونا؟ بيقول ايه؟ محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح شركه وموهبه الروح القدس مع جميعكم امدوا بسلام. يعني انتوا اخذتوا محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه الروح القدس، فامدوا من الكنيسه محملين بهذه النعمه للعالم الخارجي. كان في اب جميل قوي اسمه ابونا مارك عزيز، عامل محاضره جميله على اليوتيوب كده اسمها لترجيه ما بعد الليتورجيه. لترجيه ما بعد الليتورجيه، يعني بعد ما بخرج من الكنيسه ببدا لترجيه تانية جوه الكنيسه، لترجيه المؤمنين، الاتحاد بالمسيح. بره الكنيسه انا بمارس الكهنوت الملوكي بقى، انا طالع بقدم نفسي ذبيحه للعالم. عشان كده امدوا بسلام دي معناها امدوا محملين بهذه النعمه للعالم، العالم محتاج لكم، العالم محتاج لكم. النهارده احنا خدنا بركه الراجل المقعد بقاله 38 سنه، وتعلمنا اننا لما نقف نصلي ونقول له اللهم التفت لمعونتي يا رب اسرع وعيني، احنا بنسمع صوت ربنا هو بيسالك وبيسالك انك اتريد ان تبرا؟ يلا بينا. انت مش محتاج الميه هي اللي تتحرك، انت محتاج انت اللي تتحرك. هو عنده مشكله كان ان هو كل يوم كان مستني ايه؟ مستني ملاك يحرك الميه، واحد يمسكه يرميه في الميه. فمستني ملاك، مستني الميه تتحرك، مستني واحد يزقه. فخليك قاعد بقى 38 سنه، فلما تصلي لو سمحت اسمع صوت المسيح اللي بيقول لك انت عاوز، طب يلا بينا قوم احمل سريرك. انت اللي عايز قوم اتحرك، قوم. كان في قصة كده رمزية، واحد راهب عايش في جزيرة في المية في منطقة في أوروبا، وبعدين جاء إخبارية للمدينة أو للقرية اللي جنب الجزيرة إن في طوفان هيغرق القرية والجزيرة والناس كل القرية هيموتوا يعني. فجت الدولة عايزة تعمل عملية إجلاء للقرية دي، فبعتوا أوتوبيسات الناس يركبوها ويروح ينقلوهم لمكان آمن عشان القرية هتغرق بالطوفان. فابتدوا ينادوا على أبونا ده، يا أبونا يا أبونا تعالى عدي الكوبري واركب معانا الاتوبيسات عشان هيجي طوفان. فقال لهم يا ولادي انا راجل بتاع ربنا وماليش في الطرق البشريه بتاعتكم، انا واثق في ربنا انه هينقذني. طب خلاص انت حر. بعد شويه الدوله بتطلع مراكب ماشيه في الميه اللي هي غفر السواحل، يعني يشوفوا اذا كان في حد منسي في القريه ولا حاجه. فلقوا القلايه بتاعته منوره، دخلوا خبطوا أبونا تعالى اركب معنا المركب عشان إيه؟ نوديك لمكان آمن. قال لهم لا لا، أنا واثق في ربنا ومستني ربنا ينقذني. آخر حاجة بقى قبل الطوفان بعشر دقايق طيارة هليكوبتر عمالة تبص كده في حد منسي، لقوا النور ده راح منزلينه بحبل، واحد نزل بحبل خبط قال له يا أبونا فيش وقت، تعالى اطلع معايا بالطيارة أوديك لمكان آمن. قال لا يا ابني أنا معتمد على ربنا، أنا متكل على الله. فجيت طوفان، إيه اللي حصل؟ مات. ولا انتم متوقعين حاجه ثانيه؟ مات. لما مات بقى طلع يعاتب ربنا، يا رب بقى انا راهب وبصلي لك ومعتمد عليك ومتكل عليك وتسيبني اموت؟ قال له يا ابني بعت لك بالبر والبحر والجو كل الطرق عشان انقذك.
فيعني انت مستني ايه؟ لو انا قاعد فاضل مستني الميه تتحرك، مش هتتحرك. انا اللي المفروض اتحرك مش الميه. انا المفروض قم احمل سريرك وامشي، قوم اتحرك، مش الميه هي اللي هتتحرك، مش الظروف هي اللي تتغير، انت اللي حياتك تتغير. في نص حلو في الانجيل كده يقول يجعل قدمي كالايائل ويمشيني على مرتفعاتي. يعني واحد ماشي لقى قدامه جبل، وقف قدام الجبل يعيط، دول الضحيه، يا رب قدامي جبل مش عارف اعدي. الحل الوحيد ان الجبل ده يعمل ايه؟ يتهد. انت يا رب تقدر تهد الجبال، هده. فربنا يرد عليك يقول لك لا، انا هجعل رجليك كالايائل. عارفين الايائل؟ الايل ده حيوان يتسلق الجبال. انا هسيب الجبل زي ما هو، بس هخلي رجلك انت زي الايل، فتعمل ايه؟ تطلع وتعدي وتنزل الناحيه الثانيه. تبقى عديت التجربه، عديت الصعب، وتبقى كسبت حاجتين. اول حاجه انك عديت الجبل، تاني حاجه ان ايه؟ رجليك بقت زي الايائل، فاي جبل تاني هيقابلك في سكتك ما عدتش هتقعد تعيط، لان رجلك بقت زي الايائل. يجعل رجليك ايائل ويمشيني على مرتفعاتي. هو ده الانتفاع بتاع كلمه النهارده. اتريد ان تبرأ؟ قم احمل سريرك وامشي لإلهنا المجد الدائم الى الابد. حد عايز اي سؤال؟ شكرا. في اي تنبيه؟ تفضل. انا مش سامعك، معلش. ليه ترتيب المزامير مختلف بين الانجيل؟ شوف حبايبي، الكتاب المقدس اتكتب بلغه اصليه، وبعدين اترجم. القصه كلها في موضوع الترجمه. يعني لغه المزامير الاصليه ايه؟ الاراميه. الاراميه اللي هي زي العبريه، يعني العبريه العاميه. طب اترجمت من الاراميه للعربي ازاي؟ مرت بمراحل. فمرحله من المراحل ان ابائنا المصريين في القرون الاولى في القرن الاول الميلادي ترجموا العهد القديم والعهد الجديد للغة القبطية، لأن هم كانوا شطار قوي. والكنيسة الأولى في مصر بالذات كنيسة مثقفة، عندها مدرسة لاهوتية كبيرة من أيام مرقس الرسول. فموضوع أنهم يترجموا ويشتغلوا على الدراسات دي حاجة كانت سهلة قوي بالنسبة لهم. من أوائل الناس اللي ترجموا الكتاب عهد جديد وقديم للقبطي. لما في القرن يمكن ال 12 الميلادي، يعني بعد 1200 سنة تقريبا، ابتدت اللغة العربية تنتشر في مصر. طب الناس عايزة تصلي بالعربي، لأن الناس بدأت تتكلم عربي مش بتتكلم قبطي. فعملوا إيه؟ مسكوا الأجبية القبطية راحوا مترجمينها عربي. فيبقى الأجبية اللي بين إيدينا دي مرت على كم مرحلة؟ مرحلتين، من العبري أو من الأرامي للقبطي، ومن القبطي للعربي. خدت بالك؟ الكتاب بقى المقدس اللي بين ايدينا، الطبعه البيروتيه، لا مختلفه شويه. ماشي. وطبعا غير كده في تفاصيل كتير للترجمات، في كذا ترجمه مشهوره للكتاب المقدس. يعني في ترجمه مشهوره اسمها الترجمه السبعينيه، يعني حوالي سنه 200 وشويه قبل الميلاد تم ترجمه العهد القديم كله من العبري او من الارامي الى اليوناني. ففي ناس اعتمدوا على الترجمه السبعينيه اليونانيه دي يترجموا منها، وفي ناس اعتمدوا على الترجمة العبرية أو النص العبري الأصلي وترجموا منه. فهتلاقي كذا نوع من الترجمات، فهي كلها ترجمات مش أكتر من كده. اتفضل. أيوة صحيح. أيوة. ايوه صحيح. بس احيانا بتتقال بطريقه تهكم، فيها تهكم، زي ما يقول لك فالح. لما انا بقول لك فالح يا اخويا شاطر، انا كده مش بقول لك لا فالح ولا شاطر، انا بقولها لك بطريقه ايه؟ عارف، زي مرات ايوب قالت لايوب كلمه، قالت له ايه؟ بارك الله ومت. قالت له كده، بس هي مش قصدها بارك الله، هي قصدها تقول له ايه؟ قول لربنا متشكرين يا عم على اللي انت عملته فيا. لكن ايه؟ عشان كده في بعض الترجمات، او دي غريبه يعني، بعض الترجمات يقولوا كده العن الله ومت، في ترجمات تقول بارك الله ومت. لو حطيت ترجمتين جنب بعض، هي بارك ولا العن؟ الكلمه الاصليه باراك بالعبري يعني بارك، لكن الترجمه الفعليه بقى على ارض الواقع اللي هي بتتفهم ان لا، قول لربنا انا رافضك لان انت عملت فيا وروح موت.
فالكلمة نعما عندك حق، نعما المفروض انها مدح، بس هي في النص او في السياق فيها نوع من السخرية. برضو ده تأمل، ما عنديش مانع، ده تأمل حلو ما عنديش مانع، بس هو النص بيقول ايه؟ ليرجع بالخزي سريعا القائلون لي ها ها، دي الترجمة الأصلية مش نعما، يعني الكلمة العبري الأصلي ها ها يعني نبرة تهكم، ماشي، نبرة تهكم أكتر. نعما دي ترجمة من السبعينية مختلفة شوية، مش هنقف قدامها، مش مشكلة، احنا فاهمين المعنى أو المعنى العام واصل. يعني حد عايز سؤال تاني؟ تفضل تفضل. انا جبت الترجمه العبريه. مش انت بتقول دي من الترجمه من العبري اساسا كده والترجمه السمانيه كده؟ لا، ده النص اللي بالايدينا ده الترجمه العبري. في الكتاب المقدس، الكتاب اللي في ايدينا ده مكتوبه ها ها، لكن في الاجبيه اللي هي معتمده على الترجمه السبعينيه، لان ابائنا الاقباط ترجموا المزامير من السبعينيه للقبطيه وبعدين من القبطيه للعربيه. بيحسب نفسك معاك كتاب زي ده؟ لا، ما هو ده مكتوب فيه ها ها، هو بيفتكر بيفتكر ان عندي. بس هو على فكره بقى سهل قوي دلوقتي، يعني دلوقتي في ابلكيشنات، ابلكيشن بتاع كتاب مقدس في الترجمه السبعينيه، عندي ابلكيشن على الموبايل في الترجمه السبعينيه موجوده، وفي الترجمه العبري، والدنيا بقت سهله، نقل المعلومه بقى سهل. شكرك يا شيخ، بركتنا وشرفتنا. شكرا صباح المساعدة. ممكن نقوم نقول بقى تنبيه نختم بيها وبعد كده نساعدة.